ولكن قبل ذلك أبدت جماهير تسيسكا موسكو وإدارته استغرابها الشديد من تصريحات يايا توري لاعب مانشستر سيتي، والتي اتهم فيها مشجعي النادي والتي اتهم فيها شوفي إذن مشاهدينا نواصل وإياكم هذه النشرة في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا. فرض غوانغ جو التعادل على مضيف أف سي سيول الكوري الجنوبي بهدفين لمثلهما على ملعب كأس العالم في سيول، لينتظر لقاء الإياب من أجل حسم اللقب. نعتذر على هذا الخطأ التقني ونواصل وإياكم هذه النشرة مشاهدينا، ونتابع ايضا مع خبر جديد حيث وجه نادي النصر الكويتي كتاب احتجاج. نعتذر مشاهدينا من جديد على هذا الخطأ. معكم هذه النشرة. احتفظ بطل العالم الألماني سيباستيان فيتل بلقب بطولة العالم للفورمولا 1 للعام الرابع تواليا بعد فوزه بسباق جائزة الهند الكبرى المرحلة 16 من بطولة العالم، أي قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم. فيتل حل في المركز الأول موناكو، كان متقدما بهدفين دون مقابل. في الدوري الارجنتيني اهدر نيورز اولد بويز المتصدر نقطتين ثمينتين بتعادله مع ضيف جوديكوز بهدف لمثله في الجوله 13 من مرحله الابرتورا. نواصل واياكم هذه النشره ونعتذر اذا لهذا الخلل، هذا الخلل ربما ناتج دائما الاستوديو. نذهب الى ذكرت حالي في البوسنة. هناك تساؤل ربما يطرحه مشاهدو الجزيرة الرياضية على حضورك في برنامج باسم يوسف، والذي ربما وجد بعض الاستياء من جميع المتابعين. لا بعرف باسم يوسف ولا بعرف حد من المعدين ولا بعرف حد. خلال الجولات الأربعة الأخيرة إثر سقوطي أمام مضيفي الرودا بهدف الاثنين ضمن الجولة 11، هذه الصور لم تكن لأهداف مباشرة من قنوات الجزيرة خبر الأهداف على مرمى شيكاغو. صليوا على النبي يا شباب، صليوا على النبي، صليوا على النبي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أصحابي، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الله يخرب بيتكم، الله يخرب بيتكم. الله الله يخرب بيتك. حسيت. وين النشرة؟ وين النشرة؟ على أي قناة؟ أو ماي جاد. نحن بس هلا بريك إيه؟ الفريق الضيف في اسفيك كان بادئ بالتهديف عبر تيم ماتفيز عند الدقيقة 9 فيما عدل رودا التفتة. بواسطة فلدرت في الدقيقة، إذا مشاهدينا نعتذر عن هذه الأخطاء الفنية ونعاود نشرتنا. وكان الاتحاد الغاني قد طالب في مناسبات عديدة بضرورة نقل اللقاء خارج القاهرة، وذلك لغياب الضمانات الأمنية الكافية. هذا وكان المنتخب المصري قد خسر في كوماسي بهدف لستة في موقعة الذهاب، ويقام لقاء العودة في 19 من الشهر المقبل.
طبعا هذه ليست المباراة التي ستشاهدونها. وضمن استعدادات مونديال 2014 فاز المنتخب الأردني على نظيره النيجيري بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي جمع بينهما باستاد عمان الدولي. منتخب شام على أرضه ووسط جمهوره بقيادة المدرب اللبناني راني أو طيب نجح في خطف هدف اللقاء الوحيد عن طريق لا أدري ما يحدث هنا هناك خطأ في هذه النشرة. أكيد نواصل هذه النشرة مشاهدينا من الجزيرة الرياضية. ما صحة الأخبار التي تدور هناك في المواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإسبانية عن هجوم مراسل الجزيرة الرياضية واعتدائه على أحد عمال النظافة في ملعب الكامب ناو؟ أرجوك أشرف ضع المشاهد الكريم حول مصداقية هذه القناة التي تعودها مننا المشاهد الكريم. تفضل أشرف لك الكلمة. نحن تعودنا أن نعمل باحترافية ولا أعتقد أن مراسل الجزيرة الرياضية أو أن أي عامل في هذه القناة سيقوم بمثل هذه الأشياء، لهذا هذا الأمر عار عن الصحة. وأعتقد أننا قمنا بعمل جيد خلال هذه السنوات، أوصلنا الصورة الحية للمشاهد ولم يكن أحدا ليتجرأ بهذا العمل. ماذا عن عودة إبراهيموفيتش لبرشلونة؟ هذا الموضوع ليس واردا تماما ان يعود الى برشلونه. ابراهيموفيتش سعيد في سان جيرمان، واظن انه هناك من يقول ان قنبله اعلاميه ستتفجر اليوم بان نيمار ايضا سيرحل الى باريس سان جيرمان. اشرف